كان معطلا لسنين عدة، و تم اتخاذ في شأنه كل الإجراءات من طرف المختصين، من طرف التقنيين، من طرف السلطات المحلية. نذكر على المستوى الوطني لدينا 13 مصعد هوائي، 6 هي وظيفية، واليوم 7 هذه في وهران، وإن شاء الله سوف في الأيام القليلة إن شاء الله الجاية سوف نعمل على إعادة تشغيل المصعد الهوائي لقسنطينة والجزائر العاصمة والمدنية.